بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أينما كنتم، نتمنى من الله عز وجل تكونوا بخير وعلى خير نتوما والأحباب ديالكم. إخواني مرحبا بكم في فيديو جديد، فيديو إن شاء الله ديال اليوم غادي نهضروا في واحد الموضوع اللي هو موضوع درت حادثة سير وأنا ما كنتوفرش على التأمين، ما كنتوفرش على لاسيرونس، بمعنى شنو هما الإجراءات اللي يمكن لي ندير وشنو هما المسائل اللي غادي نديرهم قانونيا. اخواني اولا الى درت حادثه وانا ما كنتوفرش على راسيرونس، ما كنتوفرش على داك التامين ديالي، سواء درت الحادثه كنت انا المرتكب للحادثه ولا كنت انا هو الضحيه في الحادثه. اول حاجه اخواني، كنت انت هو الضحيه في الحادثه واخا ما كتوفرش على راسيرونس، خصك تجلس وإلا قدر الله عز وجل وكانت شي اصابه جسمانيه، مثلا تعرضتي شي اصابه في الدرس ديالك ولا شي حاجه، بلا ما تحاول داك النقطة اللي كيجي بزاف الناس كيقولوا لك لا وما عندكش راسيرونس ما غاديش يمكن لك، غادي يتابعوك قانونيا. غادي يتابع قانونيا، ولكن اخويا ما يمكن لكش تسمح مثلا في حقك انت درتي حادثة اللي قدر الله وما شاء فعل، اللي وقع وقع، يعني يمكن لك تجلس وتشوف الداس ديالك شنو فيها، تشوف الاضرار اللي تعرضتي ليها جسمانية ديالك، واش داتك مزيانة، واش بخير على خير، ما كاينش تهراس، ما كاين حتى شي حاجه في امان الله وحده. يعني انسان يحاول ما امكن يضبط نفسه، يحاول ما امكن يبقى مهدن كيف كنقولوا، كتكون داك ردة الفعل قاصحه شي شويه، كيبقى ينوض يسب ولا كينوض يتحرك وهو ما عارفش راسو شنو، واش مهرس واش ما مهرسش واش هادي. المهم يحاول ما امكن يضبط نفسه ويتسنى يجيو هذوك رجال الامن ولا هذوك رجال الدرك ويقيد مع هذاك الشخص هذيك الحادثه. هادشي في حالات كنت انت الضحيه فيها، يعني مثلا الا ضربك شي واحد، سواء ضربك من اللور ديالك كنت غادي جا من موراك وضربك، سواء ضربك من الجنب ديالك، سواء ما احترمش شي علامه سقيف مثلا وجا ضربك، ما احترمش اشارات المرور اللي هي ستوب، ما احترمهاش وجا ضربك، مثلا انت غادي في طريقك وهو خرج لك في اتجاه معاكس ديالك، مثلا جارك في الانتير دي وضربك، مثلا انت غادي في امان الله وحده وجا دار نص دوره وضربك، هادو واخا انت ما عندكش راسيرونس عندك الحق انك تتابع داك الشخص وعندك الحق انك تقيد معاه بالرغم ان ما كتوفرش على التامين انت. كاين واحد الصندوق مديور ديال صندوق الضمان الحوادث السير اللي هو اللي ليه كيمشي الملف ديالك واخا انت ما كتوفرش على الحادثه، وهذاك السيد راه مامن، يعني هو راه داير التأمين ديالو، وخا ما يكونش كاع هو عنده التأمين ديالو انت كتقيد معاه، بالرغم من ذلك كتقيد معاه انك انت ضحية في هادشي. اول حاجة انت كتسنى حتى كيجيو رجال الدرك ولا رجال الامن كيديروك محضر ديالك، ومن فوق داكشي كتبع المساطر القانونية كيف كنقولو، كتمشي عند محامي وهو كيتكلف المسائل بعد ما تعالج راسك ولا كتمشي تريق الموتور ديالك الا قدر الله وكانت فيه شي اضرار. المهم داكشي كيبقى عاوتاني في كيجيو داك لي سبير ديالهم، داك الخبير ديالهم، وكيعين داك الاضرار وداكشي هذيك وكيندار في محضر داكشي كله. المهم انت فاش ما كتكونش عندك راسيرونس واخا كيجي داك هذوك رجال الامن ولا رجال الدار كيديروك انت محضر انك ما كتوفرش على تامين، وكتكون متابعة من طرف المحكمة، كتجيك واحد الغرامة كتخلصها، كتجيك غرامة ديال عدم التأمين وكتخلصها، ولكن انت ما تنساش الحق ديالك مع هذاك الاخر، هذاك السيد اللي قاسك. هادي تجاوزناها. مثلا انا غادي ما عنديش تأمين ومركب معايا واحد الشخص وقدر الله وقعات حادثة، مثلا مشيت انا في اتجاه المعاكس مثلا هكا كيف قلنا في الاول، كنت غادي في الانتير دي ولا حرق سدو الحمر ولا درت نص دورة كيف كنقولو، خط متصل وانا جيت ودرت فيه، هادو ما كتعودش انت فيهم ابدا، انت ما كتعودش فيهم الا درتي حادثة مهما شنو موقع لك. اللي كيتعود هو هداك الشخص اللي راكب معاك، هذاك الشخص اللي راكب معاك هو اللي كيتعوض، هي اللي كاين داك الصندوق هذاك كيعوضو، انت ما كتعوضش. هذه الحاله الثانيه من بعد، اما الا كنت انت كيف ما كنقولوا سالم، ما كاينش حاجه، ما كاين حتى شي مشكل في طريقك وانت عادي في طريقك،
راه كيكون تعود. اما الا كنتي في غادي في اتجاه المعاكس وضربتي شي واحد ولا ضربك شي واحد ولا حرقتي الضو الحمر ولا ما احترمتيش علامات قيف ولا مشيتي في شي ممر خاص مثلا ديال شي نوع ديال العربات ولا شي حاجه، راك انت ما كتعودش، كيتعود هذاك الشخص اللي راكب معاك. في حالة ما كان الشخص اللي راكب معاك ما كتعودش انت، حيت انت كتسمى انت هو انت اللي درتي واحد الخطأ في هذيك الطريق هذيك. واخا غادي نمشيو اخوان للمرحلة الثانية، والمرحلة اللي هي فيها غير الأضرار المادية اللي كيكون فيها، غير مثلا تقاس الموتور ديالك ولا تقاس السيارة ديالو ولا المهم في كلا الحالتين هادي هادي ربما كيكون فيها شي شويه المسالمه، كتكون فيها بزاف ديال الحوايج اللي هما بساطين. مثلا تقدر الى قدر الله وقاسك هو مثلا وكان شي اضرار بسيطه مثلا هكا وجلستي معاه، ما كاينش شي حوايج اللي هما مثلا ما كاينش شي اضرار كثيره ولا ما كاينش شي خسائر كثيره، كتجلس انت وياه اخويا انا هادشي هذا شحال غيسقام عليا وشحال غيسقام عليا. المهم انت كتكون مثلا عارف هذاك داكشي اللي قدامك في الموتور شنو شحال ساوي، كتقول اخويا المهم الا كان هو اللي متسبب لك في هذيك وبغيتي توصل انت وياه الاتفاق، كتقول له اخويا اشنو غادي نخسر انا على الموتور، تعوضني السلام عليكم صافي. كدير واحد المعاينه، كتحدد داك المبلغ اللي انت باغي وكتجلس تفاصل معاه، يقدر مثلا يجبد داك الثمن ويخلصك فيه، يقدر يدير معاك واحد البلان، يقدر يعطيك شيك، يعني كاين بزاف د الحوايج اللي تقدر تسالم تسويها بلا ما تقيدو. هادو اغلبيه بزاف اللي كيطيحوا في هاد المسائل هادي اللي كتخرج سالمه كيف كنقولوا الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، ما كاينش اضرار في الجسد الانسان، كيخرج سالمه هكاك. ما تفهمتوش، كاينه حاله واحده اخرى، كاينه واحد الورقه كتسمى في القانون السير اللي هي ورقه كتسمى بالمعاينه الوديه، كتكون عند تلقاها عنده هو في السياره ديالو، اول ما لقيتوهاش كتباع عند الساكات مكتبات بزاف البلايص اللي تقدر تلقاهم فيها. هذه لما في حاله ما كانش، يعني في حاله ما كنتو بعادين ولا ما كانش مثلا تعطل عليكم الامن ما جاش ولا تعطل عليكم هذاك الكوستاتور ما جاش اللي غيقيد لكم ولا هذاك راسيرونس ديال اتصلتي بها وتعطل هذاك الخبير ما جاش ولا شي حاجه، كتلجؤوا لهذه المساله هذه، كتحدوا فيها العلامات اللي كاينين فيها، كتعمروا مثلا راه اي حاجه كتعطيك المعلومه فين كتعمر معلومات ديال السياره الاولى والسياره الثانيه او الدراجه ولا داكشي. ومن بعد كاين شي خانات كتكروشي عليهم مثلا قيف كروازما اعطاء الاسبقيه هذه في تالي كترسموا داكشي، هادشي كيكون التفاصيل ديالو كيفاش وقعت الحادثه وصافي. من بعد كدفع الراسيرونس ديالك والراسيرونس ديالك كتعيط الراسيرونس الاخرى، ومهم كيجلسو كيف كنقولو كيناقشو داكشي شنو هي الاضرار، كيجي داك الراسيرونس ديالك كتصيفط لك واحد الخبير ديالها، كيجي كيدير المعاينه ديالو للدراجه شنو فيها في الخسائر، طق 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 شنو كاين، كيعمر داكشي كيدير الراسيرونس، ومن بعد كيحدو لك كيقول لك اخويا سير صلح، ومن بعد كيحددوا لكم مبلغ ديال الاصلاح ديالك. من بعد ما كتجيب انت واحد البون ما عند هذاك اللي صلحتي ما عنده الموتور، صافي شحال فيه ديال الاصلاحات، وكيعطيوك داك الشيء ديالك، اما يعطيو لك شيك ولا هذيك. هادو هما الاجراءات اللي تقريبا كيندارو في المعظم، وداك الشيء يعني كيف كنقولوا لين جينا ونجيكم من الافات وصافي. الحوادث الجسمانيه اللي كتكون قاصحه شي شويه فيها خصك الا بغيتي تتابع الاجراءات هادو كاملين خصك محامي، ومحامي خصو 25% والسائر وزيد 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 وزيد. لهذا الانسان يحاول ما امكن يتفادى السرعه بزاف ويتفادى تشويش اي حاجه تشوش عليك وانت غادي في الطريق، حاول ما امكن تتفاداها، بحيث ما كتعرفش لا قدر الله ما كتعرفش مني كيخرج داك الانسان ولا شي حاجه، راه الله غالب كلها وفهمو ملي كيف كنقولوا. ربما انت غتقول لي راني غادي بسرعه مزيانه، ولكن راني رد البال. انت راك رد البال، ولكن هذاك اللي جاي راه ما ردش البال. شوف يعلم الله واش كيهضر، راه حنا معظم كنصادفوا هادشي، كتلقى غادي مكونيكتي في واتساب ولا غادي وكيهضر ولا غادي وكيدابز ولا بزاف ديال الحالات. يعني الانسان يحاول ما امكن داخل المدينة
يركز مزيان على السرعة، يبعد من السرعة، يبعد من السرعة لقدر الإمكان. والله يجينا ويجيكم، والله يبعد علينا وعليكم الآفات. اللهم إنا لا نسألك رد القضاء، وإنما نسألك اللطف فيه. الله يلطف بينا وبكم وبالجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.